أهلا بكم أعزائي المشاهدين في نشرة هذا المساء. وفي ملفات اليوم بالطبع سنتابع الملف الأهم والأبرز وهو الرد الإيراني، إذ لا تزال تتجه الأنظار نحو الرد الإيراني ورد حزب الله كذلك على اغتيال كل من فؤاد شكر وكذلك إسماعيل هنية. التوقعات بحسب بعض المصادر تقول إن إيران ستهاجم إسرائيل في وقت مبكر من يوم غد الاثنين. أما إسرائيل من جهتها فمستمرة في الاستعدادات، إذ يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار القادة الأمنيين مشاورات في مقر وزارة الأمن الكرية في تل أبيب. كما وتتواصل الاستعدادات والتحركات الإقليمية، فالولايات المتحدة أوضحت أن تحريك حاملة الطائرات إلى الشرق الأوسط هي لأسباب دفاعية، والعواصم العربية والغربية كذلك جددت دعواتها لرعاياها بمغادرة لبنان على الفور. إذن إلى أين تتجه الأمور؟ سنتابع مع ضيوفي ومع مراسلين في الميدان بعد قليل. بضيوفي ينضم إلي الأستاذ ألف صباغ الخبير في شؤون الشرق الأوسط، أهلا بك. كما أرحب بضيفي من واشنطن الأستاذ إيهاب عباس مختص بشأن الأمريكي والعلاقات الدولية، وهنا معي في الاستوديو أستاذ دورون أفيتال قائد سابق في الجيش الإسرائيلي. قبل بدء النقاش دعونا نستمع إلى ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي رد على التهديدات الإيرانية بمهاجمة إيران قائلا إن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو، وذلك بالتزامن مع دعوته لعقد اجتماع للكابينت لتقييم الوضع الأمني. لنستمع. إن دولة إسرائيل تخوض حربا متعددة الجبهات ضد محور الشر الإيراني. لقد ضربنا كل ذراع من أذرعها بقوة، ونحن مستعدون لأي سيناريو سواء في الدفاع أو الهجوم. وأكرر لأعدائنا، سنرد وستدفعون ثمنا باهظا لأي عمل عدواني ضدنا من أي جبهة. أما وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت فتوعد كذلك أعداء إسرائيل بحسب ما يقول إنهم أعداء إسرائيل بدفع الثمن باهظ في حال بالفعل تجرؤوا على مهاجمة إسرائيل. لنتابع. اختبرت اليوم جهوزية قوات الجيش الإسرائيلي بالدفاع والهجوم. نحن على أتم الاستعداد بشكل قوي في الدفاع، وأيضا مستعدون للتحرك بسرعة للهجوم. إذا هاجمنا العدو فسيدفع ثمنا باهظا مثلما فعلنا في الفترة الأخيرة. من تل أبيب ينضم إلي مراسلنا وسام كبه. أهلا بك وسام. وسام، صورة الوضع لديك ولتحدثني أكثر عن المشاورات الأمنية المستمرة في مقر وزارة الأمن في تل أبيب. بالفعل لورين سأبدأ معك مع شقين، رأي الشارع الإسرائيلي وأيضا المشاورات السياسية. أبدأها مع الشارع الإسرائيلي هنا في مدينة حلون حيث كانت اليوم هنا عملية. لا أريد أن أتحدث أكثر عن تفاصيل العملية لأن تحدثنا عنها كثير، ولكن ممكن أقول لك أن هناك حالة استنفار في الشارع كما تشاهدين. نحن هنا متواجدين في إحدى الحدائق العامة في مدينة حلون التي كانت تكون دائما يعني مليئة بالسكان. اليوم في ظل التخوفات من رد إيراني وفي عقاب العملية هناك قوات شرطية في كل مكان، ونشاهد حالات استنفار على الشارع. والآن من الرد العسكري من المعتبر بعد ساعة من الآن أن يكون هناك طبعا جلسة تشاورات أمنية لمجلس الحرب مع رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدة جنرالات وقادة في الجيش الإسرائيلي. ممكن أن نركز على أمر مهم جدا وهو مايكل كورولا، وهو جنرال أمريكي متخصص في أمور الشرق الأوسط، يملك زاع وباع في عدة أمور في هنا. تقريبا نتحدث عن حرب الخليج، حرب العراق، وحتى حرب أفغانستان. وكان في شهر أبريل عندما كان هجوم طائرات مسيرة الإيراني ردا على الهجوم الإسرائيلي كان هنا أيضا متواجد. السؤال الأهم هو لماذا يتواجد شخصية مهمة كهذه في هذا التوقيت وفي هذا المكان؟ طبعا الحديث يدور أن مايكل كورولا جاء إلى هنا
يتحدث أكثر مع ويتشاور أيضا مع الساسة الإسرائيليين على كيفية الدفاعات الأمنية الإسرائيلية التي في كان هناك رد إيراني. نحن نستنتج من هذا الأمر لورين أنه سيكون هناك رد إيراني، إسرائيل تعي ذلك والولايات المتحدة تعي ذلك، ومايكل كورولا جاء إلى هنا ليلتقي بالعديد من الساسة ليتحدثوا أكثر عن هذا الموضوع في ظل التخوفات الأمنية العازمة حتى هذه اللحظة في كل ما يتعلق بأن كان هناك رد من حزب الله على الشمال أو على الجنوب، ولكن حتى هذه اللحظة هذه التخوفات والمشاورات التي ستكون في الساعة الثامنة. نعم، من تل أبيب وسام كبا، شكرا جزيلا وسام. من الحدود الإسرائيلية اللبنانية ينضم إلي سعيد محاج. أهلا بك سعيد، صورة الوضع لديك وآخر الاستعدادات الإسرائيلية حيث تتواجد. لورين، إذا نتحدث عن غارات إسرائيلية عنيفة في الأراضي اللبنانية قبل 10 دقائق من الآن، غارات عنيفة شنها الجيش الإسرائيلي في عيتا الشعب وحول طواقم الإسعاف حتى هذه اللحظات، يعني تقوم بانتشال المنازل التي تم تدميرها وانتشال الأنقاض، لربما قد يكون هنالك إصابات وضحايا جراء هذه الاستهدافات تحت هذه الأنقاض. منذ صباح اليوم والجيش الإسرائيلي ينفذ غارات موسعة في الجنوب اللبناني، نتحدث عن بلد رب الثلاثين التي استهدفها الجيش الإسرائيلي، وانقطع التيار الكهربائي في مناطق واسعة في هذه المنطقة، مما تسبب في انفجار محطة كهرباء في بلدة الطيبة، وأدى ذلك لانقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة. ومن ثم أيضا استهدف بلدة بيت ليف، هناك تم استهداف دراجة نارية، على ما يبدو تم اغتيال 2 من عناصر حزب الله في هذه المنطقة. بالإضافة أيضا لأن حزب الله منذ صباح هذا اليوم أطلق عدد من صواريخ الكورنيت وقذائف المدفعية باتجاه عدد من القواعد العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل، ولكن على ما يبدو أن إسرائيل بدأت باستغلال فعليا صورة الوضع الآن في لبنان والتجهيزات من قبل حزب الله، وتقوم بقصف عنيف واستهدافات موسعة داخل الأراضي اللبنانية وصولا حتى شمال لبنان التي شاهدناها ليلة الأمس وأيضا أول أمس، بالإضافة أيضا إلى المجازر التي حقيقة نفذها الجيش الإسرائيلي عبر استهداف عدد من المنازل، يعني منذ الغارة الجوية التي استهدفت الضاحية الجنوبية وحتى هذا اليوم تم قتل أكثر من 12 مدني لبناني وسوري، نتحدث يعني عن عدد من القتلى بشكل كبير، يعني ولو كان يعني لا يوجد هنالك يعني حالة تأهب قصوى وتجهيزات من قبل حزب الله لرد الحزب على هذه الاستهدافات استهدافات بضربات قوية طاولت مدن جديدة وقرى جديدة وبلدات جديدة إسرائيلية وصولا لربما حتى العمق يعني، ولكن في ظل التجهيزات من قبل حزب الله حتى اللحظة الحزب يأبى الرد على هذه الغارات، لربما يتجهز لرد قوي جدا ردا على هذا. وهل هناك أي تحركات لافتة من الجهة اللبنانية سعيد في ظل هذه الاستعدادات؟ الحديث بحسب المصادر اللبنانية قبل قليل فإن حزب الله قرر بشكل رسمي الانتقال من مرحلة إسناد قطاع غزة والعبور نحو مرحلة الهجوم على إسرائيل، يعني هذا يشير إلى أن حزب الله يستعد، صحيح أن الرد قد تأخر ولكن الحزب على ما يبدو أنه يتجهز لرد قوي جدا، خاصة وأن بعض المصادر اللبنانية أكدت قبل قليل أن الحزب أكد من خلال تصريحات سرية يعني لوسائل لبعض الوسائل الإعلامية أن الرد سيكون في عمق إسرائيل، ربما قد يصل إلى مناطق جوشدان ومناطق حيفا وضواحي حيفا، هذا يشير إلى تأخر الرد وأيضا الرد القليل جدا على بعض المواقع الإسرائيلية القريبة في ظل استمرار طبعا الدعوات لمغادرة إسرائيل ولبنان بشكل فوري من بعض الدول الجديدة، إيطاليا، كوريا الجنوبية، العواصم العربية وحتى الغربية سعيد مستمرة في حث رعاياها على لربما مغادرة لبنان تحديدا فورا. نكتفي بهذا القدر، وبالطبع سنعود إليك مع كل جديد من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. سعيد محاجنة شكرا جزيلا. أستاذ درون، إسرائيل على أهبة الاستعداد، استمرار المشاورات الأمنية والاستعدادات في الميدان، تقييمك للوضع الحالي؟ أحد يعرف إلى أين نسير، لكن الجميع ينتظر الرد الإيراني، رد حزب الله، رد ربما من الحوثيين، هل سيكون رد منفصل أم رد منسق؟
هناك محاولات لخفض التصعيد لتبادل الضربات لكن دون أن نجر إلى حرب كاملة مع حزب الله، وبالتأكيد ليس حرب مع إيران. آمل أن يكون هذا ممكن، الجميع يستعد لسيناريوهات في الدفاع ولسيناريوهات هجومية. سأتحدث معك عن التصدي لربما والهجوم في حال كذلك، إذا علينا أن نتوقع كذلك هجوم إسرائيلي قبل الرد الإيراني. أستاذ أليف، يعني هناك صمت من قبل محور المقاومة من بعد تصريح الأخير والخطاب الأخير لنصر الله، وهذا الصمت على ماذا يدل برأيك؟ هل الحزب معني في استمرار الحرب النفسية إن صح التعبير، أم أن لأنه في هذه المرحلة يستعد لضربة وهجوم في العمق الإسرائيلي، هجوم موحد وعلينا أن نتوقع لربما رد موجع جدا لإسرائيل؟ حقيقة هذا يمكن أن يعود إلى عدة أسباب، ولكن سأذكر بعض منها. تفضل. أولا، هذا يؤكد أن الحزب وإيران لا يريدان يعني حربا إقليمية، وبالتالي لم يستعدوا لها أن تكون مباشرة بعد أي هجوم أو أي استفزاز إسرائيلي أو أي جريمة تقوم بها إسرائيل. ولو كانوا مستعدين لذلك كانوا سيردون مباشرة، ولكن لأنهم لا يريدون هذه الحرب الإقليمية وصرحوا بذلك عدة مرات، فهم لم يستعدوا إلى رد مباشر. الأمر الآخر أن أي رد سيستغرق وقت للاستعداد، والاستعداد يعني الاستعداد ليس فقط للرد بضربة واحدة، وإنما استعداد لامتصاص ضربة ثانية والرد ضربة ثالثة وما إلى ذلك. وهذا الاستعداد يتطلب أن تأخذ بعين الاعتبار أنه الرد قد يتحول إلى رد على الرد وحرب إقليمية، تدحرج حرب إقليمية، وهذا السيناريو موجود منذ سنوات. أمريكا تخشى هذا السيناريو منذ سنوات، وكل من يقول أنا أستطيع أن أقتل هنية وأقتل الحاج محسن وأقتل وأغتال وأفعل كل هذا ولا أريد حربا أو لا أريد أن تدحرج حرب إقليمية، هو يكذب ليس على نفسه، هو يعرف الحقيقة بنيامين نتنياهو، يكذب على المجتمع الإسرائيلي، يكذب على بايدن، يكذب على كل العالم. بنيامين نتنياهو كلنا نعرف أنه أكبر كذاب في العالم. طيب. حتى أن بايدن قال له يكفي كذبا، يكفي أن تخدعني. يعني هذا كلام واضح. السبب الثالث وهو أن على ما يبدو، أنا أقول بتقديري، أنه إيران وحزب الله ينتظرون أي طرف إن كان في العالم يوقف إسرائيل عند حدها، يوقف الهوس العظمى عند بنيامين نتنياهو. ولكن على ما يبدو، ولكن نصر الله توعد بالرد الحتمي يا أستاذ أليف. نعم. عندما قال سنرد بغضب وبحكمة، بشجاعة وبحكمة. نعم. بمعنى آخر أنه لن يرد ردا هوسيا كما يفعل نتنياهو، ولن يفتح الأبواب على حرب إقليمية، سيرد بشكل عيني. نعم. بشكل هادي، بغضب صحيح ولكن بحكمة أو بهدوء صاب. هذا يعني أن الرد سيكون محكوم وعيني، بينما إسرائيل تستدعي رد أكبر من ذلك بكثير عندما تقصف. نعم أستاذ علي. مواقع مدنية ومدنيين، 10 مدني اليوم قتل، وعندما تقصف محطة كهرباء هي تستدعي الرد على محطة كهرباء لأنها تريد حرب إقليمية. نتنياهو يعيش حالة عظمة غير مسبوقة لأي زعيم. أستاذ أليف، سنتوسع بهذه النقاط. يأخذ الشرق الأوسط إلى هاوية كبيرة. نعم أستاذ إيهاب، إن أردت التعقيب تفضل على ما طرح هنا. من ناحية، الولايات المتحدة أوضحت أن حاملة الطائرات تتواجد في الشرق الأوسط لدوافع من قبل، ربما فقط لأن تدافع عن إسرائيل ولا تريد المشاركة في أي هجوم. ولكن كما ذكر أستاذ أليف هنا، في نهاية المطاف أي رد سيقابله رد، ويمكن أن نرى انزلاق إلى حرب إقليمية شاملة. ما هو موقف الولايات المتحدة والاستراتيجية الأمريكية في هذه المرحلة؟ أهلا بحضرتك أستاذ لورين، وأهلا بالجميع وبكل المشاهدين. استراتيجية جو بايدن وإدارته هي محاولة حث الأطراف على عدم التصعيد، ومحاولة منع وقوع نشوب حرب كبيرة
بين عدة دول وتنظيمات داخل منطقة الشرق الأوسط. لكن كل هذه الجهود حتى اللحظة فشلت. فشلت لسبب أن بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب لديها وجهة نظر في هذا الإطار، هي تعتقد أنها تدافع عن الشعب الإسرائيلي وتقود المنطقة، أو بنيامين نتنياهو والمتشددين معه داخل الحكومة يقودون المنطقة إلى انزلاق خطير في. ولكن إسرائيل ردت، يعني الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل أستاذ إيهاب هي رد على كل ما قام به محور المقاومة منذ 7 أكتوبر، والآن الكرة في ملعب محور إلى إيران وإيران تحديدا، أليس كذلك؟ أتفق مع حضرتك، ويعني لو كنت تركتني تفضل لتكمل ثانية واحدة كنت تفضل أستاذ لتكمل فكرة. نعم. فطبعا يعني نقول في هذا الإطار، هذا الجزء المتعلق اليوم بموقف الولايات المتحدة ومن توسعة الحرب وإلى آخره. فيما يتعلق بمن الذي بدأ، يعني هذا أمر سيختلف عليه كثيرا. هناك من سيقول إن هذا الأمر بدأ منذ قبل عام 1948، وأنت عارف حضرتك يعني مرورا بكل عشرات السنوات وما حدث فيها، ومنهم من سيقول إن ما حدث أخيرا بدأ من 7 أكتوبر بهجوم حماس الذي نفذته على في الداخل الإسرائيلي وقتلت أكثر من 1200 وأدى إلى ما أدى. وبعد ذلك جاء رد الفعل الإسرائيلي القوي الذي بعد ذلك تحول إلى رد قاس، وكم تعلمي حضرتك كل هذه الأمور. أوكي طيب، ماذا حدث بعد ذلك؟ حدث بعد ذلك وأنا كنت أقول هذا منذ اليوم الأول لبداية هذه الحرب، أن إسرائيل لن تكتفي بالرد في قطاع غزة. إسرائيل عندما تفرغ من حماس والفصائل الفلسطينية ستلتفت لأذرع إيران بالوكالة ولإيران نفسها. وفي هذا الإطار لو حضرتك تتذكري في بداية هذه الحرب عندما استضفتموني كنت أقول دائما بنيامين نتنياهو سيسعى لمد أمد هذه الحرب حتى يأتيه دونالد ترامب فائزا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وعندها سيتلقى دعما أكبر بكثير مما هو. ولكن حتى ترامب لا يريد حرب شاملة في المنطقة يا أستاذ إيهاب، هذا بحسب تصريحاته الأخيرة. نعم، لكن تذكر يا أستاذ لورين أن ترامب قال في المناظرة والمواجهة المباشرة مع جو بايدن في 27 من الشهر شهر يونيو، قال إنه يجب على بايدن أن يترك إسرائيل كي تنهي مهمتها في قطاع غزة بالقضاء على حماس. هو قال ذلك حرفا. وفقط اليوم وبعد كل هذه الأشهر لازلنا نرى إطلاق صواريخ من قبل قطاع يا أستاذ إيهاب. أستاذ درون، يعني إذا ما تحدثنا عن السيناريوهات المطروحة، المشاورات الأمنية مستمرة، وقائد منطقة الوسطى الأمريكية سيتواجد أو وصل إسرائيل من أجل مشاركة في هذه المشاورات، هل علينا أن نتوقع سيناريو بأن تقوم إسرائيل بسبب موقف بنيامين نتنياهو ومسألة إطالة أمد الحرب أن هي أن نرى هجوم إسرائيلي قبل الرد الإيراني، قبل انتظار الرد الإيراني؟ أنا لا أخشى شمول خزيت إيران. أعتقد أن هذا سيكون في مواجهة جبهة إيران، ولكن إسرائيل ما ستسعى عليه في الأيام القادمة هو إشغال حزب الله بشكل يجعلنا متفوقون عليه إن بدأ رده. لذلك سنرى تكثيف النيران على الجبهة الشمالية، ونرى هذا بدأ. لن يكون من الذكاء أن نبدأ هذا في مواجهة إيران. لذلك نحن نستعد لمواجهة إيران مع حلفائنا. إسرائيل كما فعل ستستعد لضربة تكون هي نتاج الضربة الإيرانية التي لا نعرفها، ولكن هذا سيكون في من خلال السعي بعدم الرغبة للوصول إلى حرب مفتوحة. هل إسرائيل جاهزة وبعد أشهر من المحاربة على جميع الجبهات، هل هي جاهزة لأن تخوض حرب شاملة في هذه المرحلة؟ يعني بحسب تحركات وتصرفات قادة الإسرائيليين من جالنت ونتنياهو نرى أن إسرائيل جاهزة لهذه الحرب. إسرائيل هي جزء من تحالف. إذا ما نظرت إلى كل يعني هي تعول على التصدي الأمريكي في هذه الحرب.
إسرائيل لا يوصلت للملحمة. إسرائيل لا تخرج وحدها إلى حرب في مواجهة إيران. إيران بعيدة عنا ولا نريد إرسال قوات أمريكية إلى الأراضي الإيرانية ولا نريد أن نحتل إيران. يوجد التهديدات الإيرانية، يوجد غطاء التحالف الأمريكي. السؤال السي بالنسبة لنا حزب الله وإعادة مواطنينا في الشمال، وهنا إسرائيل حددت ما هي ملامح هذا الصراع. نريد أن نرى حزب الله خارج خط الليطاني، وسنفرض هذه الحدود إما بالقوة وإما بالسلام. هذا هو الوضع في مواجهة لبنان، ولكن كما أن الخطأ الذي حدث في مجدل شمس قادنا إلى ما نحن عليه الآن، قد نجد أنفسنا إلى وضع فيه توسيع الصراع إلى أبعاد إقليمية، وهذا ما لا نسعى إليه وليس عليه أمريكيون. وأعتقد أن ليس حزب الله ولا إيران لا يريدون هذا، وأيضا الصين لا تريد هذا وليس إيران. لذلك كثيرة هي الأطراف التي تسعى لمنع التصعيد، لكن التصعيد يمكن أن يحصل. أستاذ أليف، هناك جهود غربية أمريكية مكثفة لتجنب هذا التصعيد، هل تتوقع أن يمكن لإيران في ظل اتفاق غير مباشر مع الولايات المتحدة أن تمتنع عن هذا الرد؟ يعني أنا هذه الجهود لا أصدقها، هذه جهود كاذبة ومضللة، حصل في الماضي مثل هذه الجهود، وهذا لم يمنع إسرائيل من قيام بعمليات اغتيال وتصعيد، شهدنا نتائجه ونشهد اليوم نتائجه، وربما تكون نتائج أفظع بكثير مما شاهدها لغاية اليوم. لذلك اسمحي لي ملاحظتين صغار. أولا، إذا كانت استراتيجية بايدن ألا ينزلق الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية، يستطيع أن يفعل ذلك، يستطيع أن يفعل ذلك بقرار خلال 24 ساعة تتوقف كل يتوقف. وما هو هذا القرار؟ ولكن بنيامين نتنياهو أخذ الضوء الأخضر من الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية من خلف ظهر بايدن، رغما عن بايدن، وبايدن لا يستطيع أن يتحكم بالدولة العميقة هي التي تتحكم به. الدولة العميقة التي اجتمع بها في البنتاغون هي التي أعطته الضوء الأخضر للقيام بكل هذه الاغتيالات والتصعيد بالشرق الأوسط، وهي الآن هذه الدولة تستعد للحرب الإقليمية. يعني الدولة العميقة في الولايات المتحدة معنية في حرب شاملة يا أستاذ أليف؟ ليست الولايات المتحدة بمعنى بايدن، الولايات المتحدة بمعنى الدولة العميقة. والنظام العسكري والجنرالات في الولايات المتحدة وعلى رأسهم جنرال كورولا يقف على رأس قوى الأمريكية في الشرق الأوسط والتنسيق بين الجيوش في الشرق الأوسط كما فعل في أبريل سيفعل الآن، وهو سيقود الحرب ضد إيران وضد كل قوى المقاومة، وهذا بضوء أخضر من البنتاغون. ولكن حينها ستدخل روسيا والصين لربما يا أستاذ أليف، يعني سنتوجه إلى حرب عالمية جديدة. اسمحي لي، لأنه هذه فكرة ضرورية. تفضل لتكمل. البنتاغون أعطى الضوء الأخضر لحرب إقليمية لنتنياهو، هذه معلومات وليست تحليلات أو تقديرات، هذه معلومات. الآن ماذا يفعل نتنياهو؟ نتنياهو يقود الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية حتى لو تحولت إلى حريق في الشرق الأوسط وإن تدحرجت إلى حرب عالمية. هذا الرجل يعيش في حالة هوس العظمة، لم يعش مثله في حالة هوس العظمة إلا هتلر. هوس العظمة هو الذي يقود تصرفات نتنياهو. أستاذ أليف، جملة إضافية. تفضل باقتدار. نعم. من لا يريد أن ينزلق الشرق الأوسط لا يقوم بالتصعيد الآن. هو بدأ بحرب استباقية ضد لبنان، ضد المقاومة، ضد لبنان، ولا ينتظر لا رد من لبنان ولا رد من إيران. قد بدأ بحرب بهذه الحرب، ليس فقط بالاغتيالات. بالنقطة التي ذكرتها، إن سمحت لي أستاذ أليف أن قلها إلى ضيفي أستاذ إيهاب عباس. أستاذ إيهاب، استمعت إلى طرح أستاذ أليف، هل بالفعل نتنياهو حصل على ضوء أخضر أمريكي؟ هل الدولة الأمريكية أي الدولة العميقة معنية في تصعيد الوضع في الشرق الأوسط؟ لا، هي الضوء الأخضر موجود منذ بداية هذه الحرب أستاذة لورين. فكرة أن جو بايدن يعني يعترض أو يدخل معه في مكالمة يقول له لن نقدم الدعم وأذهب لوحدك لأي تصعيد،
هذا كله فقط لذر رماد في العيون، لكن حقيقة الأمر أنه الدولة الأمريكية، ولكن سياسة بايدن لجمت قليلا يمكن القول التحركات الإسرائيلية على الإطلاق. لا على الإطلاق، بالعكس كل ما لذ وطاب من أنواع الأسلحة تقدم لإسرائيل، وبايدن هو الذي حث الكونغرس على الموافقة على الدعم العسكري بأكثر من 24 مليار دولار لإسرائيل. فما أقوله هنا، ما أعني به هنا اليوم، أنه لا دولة عميقة ولا غير دولة عميقة، الولايات المتحدة الدولة الأمريكية بعمقها وسطحياتها كلها تقف بجانب إسرائيل، لا غبار على هذا الأمر. هي الفكرة اليوم أن فقط جو بايدن يحاول في إطار يعني الحزب الديمقراطي أن يسوق لإمساك العصا من المنتصف، وأنه يعني وسيط نزيه، لكن هذا غير حقيقي. لا، على أرض الواقع هذا غير موجود، وكل الأمور شاهدة على ذلك. تصريحات لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي تقول إنه إسرائيل ستدافع عن أمريكا، تحريك 12 قطعة بحرية، نشر 4000 جندي أمريكي نتحدث خلال 72 ساعة الماضية، وتحريك حملة الطائرات روزفلت، كلها تقول إن هناك دعم وباك اب أمريكي يعني دعم. ولكن أستاذ أليف وصف الأمر بأن لربما قائد منطقة الوسطى وصل إلى إسرائيل لكي يقود هذه المعركة. وماله، هذا لا يعني أن كوريل هو رئيس الولايات المتحدة. كوريل ينفذ خطط الجمهوري الديمقراطيين وخطط الدولة الأمريكية. أمريكا يحكمها الديمقراطيين اليوم، وليس الجمهوريين، وليس الدولة العميقة، وليس كوريل. يحكمها جو بايدن، كمالا هاريس، بلينكين، لويد أوستن وغيرهم من قيادات المؤسسات الفيدرالية الأمريكية. هؤلاء هم الولايات المتحدة، بغض النظر عن الدولة العميقة. أنا لا أقول أن الدولة العميقة غير موجودة، هي موجودة وتبارك ما تشاهده بالعكس على الإطلاق. وبنيامين نتنياهو أسس لقوة ومتانة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في زيارته للكونغرس وحديثه وحصوله على التصفيق 81 مرة من أعضاء الكونغرس بمجلسي. نعم. لم يحصل عليها أي رئيس أمريكي سابق. نعم. ولا حالي. يعني واخد بالك؟ فطبعا لا، وأنا أختلف قليلا مع فكرة جملة أخيرة أستاذ، يحركه الهوس. الهوس لا يحركه الهوس، الهوس هو يحركه رغبته في القضاء على كل أنواع المخاطر المتعلقة بوجود دولة إسرائيل. نعم. أستاذ إيهاب عباس المختص بشأن الأمريكي والعلاقات الدولية، حدثنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أستاذ رون وأستاذ أليف ستبقين معي الاستمرار في هذا النقاش بعد الفاصل. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ونواصل، ابقوا معنا.